اليوم احنا راح نشتغل نصور بورتريت. بورتريت بمعنى انه نصور اشخاص. طيب اسمع، هو عم بتمرن على التصوير ماشي، فانا راح اساعده بس انه بدي اخليه يصور اشخاص اكثر من انه يصور طبيعه. بس ايش لازم نعمل؟ اضاءة اكثر من لازم، مرة هات نعكس الاشي، خليه يوقف بالعكس، هو خذ اضاءة ثانية تكون افضل بكثير. فيش حاجة تبعد، انت كثير بعيد. اعمل له بورتريت، اعمل له بورتريت صدر. قرب 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 جدا، قرب. افتح زوم اول شيء على طول، افتح زوم على طول، افتح افتح على طول عليه، لا افتح على 55، زوم زوم على الاخر، قرب عليه قرب عليه، شوف كيف الصورة كلها تتغير. ايوه قرب 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 يا زلمه. ايوه ليش اخذ نصه؟ اعطينا نص، اعطينا نص. حديد كوعه، شايف كوع ايده؟ من عند كوع ايده لفوق. شوف غيرت الاضاءة. الا طبعا رجعش الزوم، ما خليك على زوم طويل لسه بفهمك ليش. ايوه ممتاز ممتاز، وسع شوي الفريم، ارجع شوي صغير لورا، وسع شوي الفريم. حلو ممتاز. شوف هو عم بطلع تصوير جديد، فحابب اصور له الموهبة تبعته انه يصور اشخاص. يعني لحسن حظنا انه احنا التقينا بالفنان احمد. انا خيا لحسن الحظ لإلي انه انا ملتقي مع فنان، انا بعده فنان كثير محترم، فنان له ميزة خاصة، الأستاذ نادر. رحنا طبعا ننشر الصورة بالآخر بعد ما نشوف النتيجة. طبعا ما اسمح لك، ما بقدرش أنا أجي أعارض على أي شيء لأنه أنت معك شو. حبيبي حبيبي أحمد خيام. ما هو بالضبط إسا الشمس، أنت مجبور للشمس، فعش نصور بالعكس. شتر كتير بطيء، ليه؟ لما عندك ضي كتير لازم يكون شتر كتير سريع، واشتغل على أكبر فتحة. قل لي وين تفتح؟ يمينك أنت، كم نقطة فوكس عم تشتغل؟ واحدة. هاي مش واحدة هاي. هي ما هو دقيقة، مش واحدة. اوكي وقف اشوف. ايوه لا ترى كيف عامل الشمس، الشمس ما هي. ايش ما من تحت؟ ايش ما اللي تحت؟ ايش الفرق تطلع؟ شو بقدر اقرا يعني؟ الله الله نسيتني يا الله. مبين طلع هواي من شكل الشكل براسك، هاي بتخليك تحت. البس البلوزة، البس البس البلوزة، دفي حالك. هذا المركب الحالي بجرب انطها. لا بتقسم الشكل، لا يا زلمة ارسل عشان اسبح كمان تاخد نطها. قال ما بسحبك لغاد يا زلمة. مسموع اصور وجهك كمان؟ لا انت مش من عكا؟ لا لا مش من عكا انت. نطلع بالليل. اي وينك وين عكا؟ هاي قصة حاج، هاي مش بعكا اخوي. لا انت بتشتغل بعكا، انت ساكن بعكا وانت مش عكاوي. ما حداش طلع ولا عكاوي بنط البحر من الشكل.
يعني معروفة بلا مأخذ. البحر على قد عالي يعني معروف، حتى شايف السفن بوصلوا لهوني وبقد برجعوا. وذاك كمان منين؟ بدك تكتب لي الله يسامحك. قاعد غاد بعده ومدبحه عبال ما وصل، مش شايفوه عند الدرج؟ شايفوه؟ مين بده يتصور شباب؟ ولا حدا. ليه؟ ليه انا صور بس الكاميرا غير عن التليفون؟ ليش؟ ايش انك مشهور؟ ما حاجه مشهور؟ ايه مشهور. لا انا مش مشهور عشان اشرك انت. بس سألنا اذا بتحبوا تتصوروا وهيك هيك عم نعمل، عم بيعمل دورة تصوير، عم نصور اشخاص اكثر منه عم نصور طبيعة. فإذا حدا منكم حابب يتصور فبنصوره. أفرجيك صورة وبمحاها قدامك. ماشي؟ لا أنا مش خوي. لا 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 ما بمحاها قدامك بس عشان تفهم إيش الأصل. وبتقول لي إن أسكان زي التليفون ولا لا؟ ماشي؟ ولو غمض عينك أنت عشان الشمس صح؟ فإحنا بنصور صور من الشكل. بنعرف ناخذ صورة إحنا يعني؟ طبعاً بقدر أبعث لك إياتن كمان. هاي أنا بعطيك كرتي إسا. إيش بدك؟ هاي كرتي أول إشي. ماشي هذا كرتي خليه معكو. الواتس وين بدك بتلاقيني كله مكتوب غاد. ليش احنا بنخاف من الصور؟ لا بشكل عام. لا 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 طلع انا مصور صار لي 15 سنه يعني بس انا بستغرب من الاشخاص اللي بتخاف من الصور بشكل عام يعني مش عارف ليه. حسب الواحد بطل يامن بايش مش العالم مصوروه بالنسبه ايش ممكن يعمل فيها للصوره. طبعا اوقف لون يزن يزن هذا الاتجاه يزن ليش بستخدمها من. لا لا هو تعليمي اكثر مزبوط بس انتوا ايش تستعملكم يعني؟ هذه المشكلة. هاي المشكلة. انتوا ليش تستعملكم؟ تقدر انت تتحكم فيهم يعني الاشخاص مستعدين يتصور فيش اي مشكلة. تقدر تاخذ كل واحد لحاله افضل على اساس يصير اهون لك يا زن. خذ كل واحد لحال وصور صور نصية اكثر ما انه طول نص نص. بالضبط. خلي اغلب التفاصيل مبينة. ممكن كمان فرجيني ايش طلع معك. حلو ممتاز ممتاز طرف الجيبة ممتاز. حلو مسموح ننشر صح؟ اه مسموح. بارك الله فيك وشكرا كثير. اول شيء يعطيكم العافيه. يعني احنا زي ما حكينا ببدايه الفيديو انه اليوم تصوير تبعنا هو بورتريت تصوير اشخاص، فاحنا عم نحاول نمسك اشخاص اللي احنا عم نشوفهم بالطريق خلال مشينا وعم نطلب منهم انه نصورهم. فالتعامل مع الناس بشكل عام خصوصا تصوير البورتريت وتطلب من شخص يصوره من غير ما انت تكون تعرفه المهم جدا صعبه شوي يمكن مستحيله. فبعد ما طلبنا منهم وفي اشخاص اللي وافقوا وبعد ما شافوا النتيجه الاولى وكانوا اول شيء معترضين جدا وبدنش يتصوروا، وبعد ما شافوا النتيجه الاولى اتحمسوا اكثر وصار بدهم يتصوروا اكثر وطلبوا انه نبعث لهم الصور. فطبعا احنا رح نبعث الصور بالاخر، وكل الصور اللي راح تتصور او راح نعرضها بالفيديو راح تكون من تصوير يزن. انا اليوم مش راح اصور، انا راح اكون مساعد تبعه، راح اهون المهمه عليه على اساس انه يقدر يحصل على عده صور من البورتريت. ومعروف في تصوير البورتريت من الاشياء الصعبه وخصوصا انك عم تتعامل مع الناس. صح. إيه شو رايك انت مع تصوير البورتريت اللي اليوم لحديت اسا سويناه؟ شيء بشويه بده تمرين اكثر شيء صعب، والتعامل مع الناس يعني تقبل الناس بشيء. كيف الناس لما طلبنا مننا قديش كان الاشي صعب عشان نقنعنا انه نصورها؟ صح كثير صعب، بس شافوا النتائج تغير الرأي، تغير الرأي وصاروا بدهم يتصوروا اكثر بدهمش يتركونا. فالاشي حلو فيه متعة، فيه زي نوع من المغامرة. مش راح نصور ولا شخص من غير ما يكون فيه له موافقة على المشروع وعشان نقدر نعرض صورته على القليلة بعد ما يخلص الفيديو. عشان تاخذ اكثر عزاي. ايش النظرة تبعت العزاي؟ عارفها؟ اوسع فتحة؟ أطول زوم عشان أدخل أوسع فتحة. عشان نحكي هالشي عملية رقم صغير. أوسع فتحة أطول زوم مش مهم هاي العدسة ولا بالعدسة التانية أطول أزوم. بس بس شوي السنفة هون بعتكاش نفس العدسة هون اللي قلت لك أعطينا قشيك إيش بتطلع العدسة من تترك إيه بتطلع العدسة بتطلع صغير سلام. شو إسا تطلع شو تعمل
هسه قلل الزوم اشتغل على 75 وقرر على شوف قد الفرق بيفرق معك. فهمت علي؟ هون بتحس انت قوة العدسة على 75 انت تعمله. اعطي زوم على الاخر حتى لو تعطيني نص يعني بدفع مش عارف عزاد بدنا اكثر من هذه عندك تقسيم الفريم طلع قد في فراغ فوقي قد كان في فراغ جنبي ارجع على طول بس بدي انزل شوي باخذ البيوت معي خذ البيوت مو مشكله بس انت صرت عارف انت قسم الفريم معناته طول بطل ينفعني حط عرض ما انت عرض كمان حطتني بالنص قانون الاتلات استعمل قانون الاتلات فهمت علي فرجيني النتائج اللي كانت تطلع معك في قواعد للتكوين مظبوط عم بتصور هسه اتفقنا انه نعمل التعريض للخلفيه مش لإلي واحنا ممكن نستعد اضاءه مساعده عشان نبين البورتريت الموجود صح انت صرت تهتم اكثر قبل كنت تاخذ الفوكس هناك صرت تاخذ الفوكس على الشخصيه ماشي ففي كمان شغله لازم تركز عليها هي جزء من التكوين انك تحط الشخصيه بالوسط هذا مش غلط فاهم بس هذا مش قوه الصوره في قوانين للتكوين اللي هن بيقولوا لها إذا بتجزأ الشاشة إذا شاشة التليفون بتجزأ لتسع مربعات والملتقى تبع الأربع الست خطوط هدول الأربع خطوط هدول الملتقى هن نقاط القوة تبعون الصورة يعني عادة يا بتحط الشخصية يا هون يا هون يا هون يا هون وبعطيك قوة المساحة الموجودة بين الشخصية والفراغ هذا كتير مهم متعلق هذا كمان في له كمان قاعدة يعني بتعلق كمان أنا اتجاه وجهي واتجاه نظري لوين فاهم كيف علي؟ المساحة اللي قدام وجهي هي كتير مهمة. احنا هون وصلنا لآخر الفيديو. اليوم كان في عنا عن جد يوم حلو وممتع. صورنا كتير صور. جزء منها أشخاص. كنت أنا مرة موديل ومرة يزن كان موديل. اتبدلنا الصور. وصلنا آخر اشي هون على شط عكا. صورنا بعض الصور مع الغروب. جربنا نصور بورتريت بما انه فيش معنى اضاءة تساعد على اساس نضوي البورتريت كان عنا شوية مشاكل من ناحية انه نعمل بورتريت مع الغروب فعملنا سلويت سلويت اللي هو خيال بدنا نسأل يزن كيف كان نهارنا اليوم نهار حلو تعلمنا كثير علي صوتك شوي لانه اسا صار بعيد الميكروفون بقول كان يوم حلو كثير استفدت كثير طلعنا صور حلو يعني احنا اليوم مزبوط رحنا صورنا او رحنا بدنا نصور نصور بورتريت فانا اعطيته مهمة عن جد صعبة التصوير البورتريت من اصعب المهمات الموجودة انك تتعامل مع الاشخاص وتاخذ اذن وتطلب انك تصورهم وكان على اساس انه نقدر نطلعهم بالفيديو فمجبورين ناخذ اذن بالنشر كمان يعني عدة عوامل كانت شوي صعبة بس الاشي كان كتير حلو ومميز كانت مهمة صعبة ليزن بس المهمة قدر يقوم فيها وبطرينا كل ما احنا منلاقي شغلة مميزة كنا نوقف عندها نجرب نصور نجرب نتصور مع بعض نشوف قديش تأثير الإضاءة على الصورة كتير كان مهم انه نعمل كل هاي الشغلات فبتأمل انه انا كمان استفدت هو استفاد من الورشة اللي اليوم عملناها واللي بحب يعمل جولة هيك مثل يزن يشاركنا بورشة التصوير بيقدر يتواصل معي كل قنوات التواصل موجودة بصندوق الوصف تحت فمنشوفكم بالفيديو القادم سلام